وين هي؟ طول يا عمرك تسولفك الخير والبحر. عمرك على خير. الحمد لله خويا بطل الله يطول يا عمرك. مرحبا. شنو اسم مصلى تعطيني؟ حنان. حنان يا حنان. حنان القلب عامر. الحمد لله على اي حال اللهم لك الحمد. الحمد لله. باغي تعاودينا شي حاجه؟ لا قبلت عليا. مرحبا حنان تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حنا كاملين تنسمعوك حنان. على حياتي من نهار عقلت في هاد الدنيا نعاود لك كدا عشان نقول لك اخويا حنا واحد العائلة واضعة الحمد لله متكونة من ستة انفس. معاناة تعيب دفنا في حقها من هنا يا إن عايشين بخير ولا خير. واحد النهار سمعنا الوالد تعيد جوج هنا بدأت المعاناة تعيد واحد الزاج اللي هو باقي سنتي تقريبا في 18 جوج صافي ما اختار حياته قام فتديها فينا. احنا بقينا هكا كنتير واحد الاخت هي اللي كانت مسكينه كانت خدامه وهي اللي كانت تصرف علينا كاملين ما حيلتها لراسها ما حيلتها لينا احنا اللي كنا تنقراو تبارك الله كي قلت لك احنا ست نفوس وريا كانت خارجه من الخدمة هي اللي كانت خارجه من دراسه وهي اللي كانت خدامه علينا الاب تاعنا كي قلت لك مشى يقلب على حياه ثانيه صافي هي هذيك. الوريدة تاعي من بعد ما عرفت هاد الشيء تصدمات عرفتي ماشي سهل على أي مرأة فاش تكون دايرة في الزوج تاعها كل شيء أول شخص لها في حياتها دايرة فيه الزوج والأخ والأب وفي كل شيء تزوج عليها وخلاها صافي بحال السيدة مسكينة بحال جات واحد الصدمة قوية عشان نقولك دخلت لواحد البيت مبقاش تخرج منه لمدة 3 شهور مسكينة. غير سد عليها وغير تبكي وغير تشوفها هكاك مسكينة مرة تبكي مرة تضحك مرة بحيلة صارت السيدة دارسة أنا ديك ساكنة بقيت القرى بنيت نشوف بحالك قدي الميكرو عفك بحلو ولا حنان أنا قلت ديك ساعة بقيت تسمعني مزيان حيدي الكيت عفك حيدي الكيت لا حيدي الكيت قاع حيدي الكيت دابا مزيان واخا كمل لنا ما بقاش عندي رغبه في القرايه ما بقيتش باش نقرا نهائيا بغيت نفكر الوالد تاعي تزوج مشى الام تاعي تنشوفها مسكينه صافي بحالها بغات صافي درت نقول الوالده تمشي ليا الوالد مشى صافي ما بقيتش باش نقرا خرجت حالي من الخدمه من القرايه صافي وكنا ديك الساعه في واحد الوضعيات الانسان ملي تيكون خاصو يلبس خاصو شحال من حاجه انا علاش خرجت من القرايه كنت بغيت نقرا ولكن علاش ما بقيتش نقرا وما بقيتش تلقى ما عنديش الكتوبه ما عنديش تشري لنا مسكينه اختي غير نص الكتوبه والنص ما كاينش يعني 5 نفوس راه ماشي دايره غير تشري لنا النص والنص ما كاينش الحويجات كذلك المهم تتحاول مسكينه غير تشري لنا اللي كاين واخا غير قدم مسكينه وتصلحوا ما تقول لنا ما تخليكمش تخرجوا هكذاك صافي هي هذيك انا قلت نخرج نخدم واخا باقي صغيره قلت نخرج نخدم خرجت من عند واحد السيد خدمت عندها موظفيه نعاون راسي واخا ماشي شي تمام كثير المهم ديك الساعه 300 درهم تنقول اللهم ولا الواحد يبقى هي صافي كي قلت بغيت تنخدم من بعدها وليت خدمت تاني نخرج من هذيك السيده يعني حرم الله الرزق بغيت نخدم في هذا تنبيع دوك الشامبوات والروائح وداك الشيء اللهم قلت لك خدمه مزيانه بعدا تنصور فيها في ايسات ماشي بحال تصوري بعدا شي في ايسات فين تطلع لك ديك 70 درهم 80 درهم تقول بعدا نعاون بها غير دارنا ماشي بحال انسان ده عشان نقول لك وصلت لواحد اللاج صافي بقيت خدمة ما دخلت لواحد واحد الجمعية تاني بعد خدمت فيها
كنت خدامة حتى طرف على واحد الشخص في التليفون. تعرفت عليه في التليفون شي مدة ديال 6 شهور يمكن هكاك. تعرفنا في التليفون بغي يشوفني. انا ما كدبش عليك ما بغيش نشوفه. قلت لي انت ما نقدرش هذاك الشيء. تيقول لي علاش نقول لي هكاك. انا بصراحة هذاك الشخص فاش هضر معايا في الاول في التليفون ما ارتحيتش له. ما ارتحيتش له نهائيا. كيفاش عليك انت نحس هذا الشخص بحاله بحال شي شهر واقف عليا او شي حاجه. كان ديما تنحس بشي حاجه في قلبي ماشي هي هذيك. واش قلت له شوفي من الناس هضر هذا ما قلت له معقول هذا وهذا. تنقول ليه ما عرفش ما ارتحيش له صافي. قال لي غير شوفيني غير شوفيني ما تعرفيش شنو كاين صافي. هي هذيك فاش تعرفت عليه جا شفتو شافني المره الاولى. المره الثانيه قال لي بغيت نجي لداركم. فعلا جا لدارنا حطبني من الدار. دوزنا واحد مدة 4 شهور هكاك تحت الخطوبة. من بعد جات جو جوية. هاد الشخص اخويا بدر شنقول لك دوز معاه مدة عام و 9 شهور. كان تيقول لي شوفي انا اسعد خلق الله ما في نتزوج بك ولكن باش نكمل سعادتي معاك خصني غير شي وليد ولا شي بنية باش نكمل سعادتي معاك. كنقول لها صبر دابا يعطينا الله. حنا ماشي الاولين ولا ماشي الاخرين. غير صبر دابا يعطينا الله. ان الله مع الصابرين. الناس كاين اللي قاعد 14 عام 15 عام ربي راه تيرزقو. هي صبر صافي. هي هاديك كنت في الحقيقة فاش تنشوف شي وحدة مثلا بحال هكا حاملة ولدات كنت تنحس بواحد شوية ديال هاديك. واش عام ما ولدتيش؟ عام و 9 شهور نقول. عام و 8 شهور هكاك. عام و 8 شهور هكاك ماشي بزاف. واخا كملي. عام و 8 شهور. هاد السيد كان واحد النهار مسكين كان خارج. فاش كان خارج وقعت ليه واحد الكسيدة. راجلك؟ كان جيه بالليل ما به ما عليه. تجي شي ناس في شي طوموبيله. كانوا مسكرين شي دراري ضربوه مسكين. شاف الليل انا كنت مسكين انا عسات. تجي دخل عليا مسكين كل دمايا. انا تخلعت سميشت بحال هكا في الليل الصباح. انا بغيت ديك الصدمه بغيت تنقص لي في وجهو. هذاك الدم نزل ليه لمده شهرين مشى ليا الصوت. ما باقيش عارفه شنو وقع لي. مش في الحاله الصدمه. الحمد لله السيد ولا بخير تعالج. قلت واحد المده ثاني ديال 6 شهور هكاك تقريبا. انا كنت في الخدمه كي قلت لك انا كنت خدامه في واحد الخدمه بحال هكا. كان واقف ديما مسكين تيا في السنيه الصباح للصباح تيديني الخدمه. انا كنت نخدم مره في الصباح مره في العشيه. هادي الخدمه تاعي ما تخدم السنيه في الصباح مره في العشيه مره في الليل. هذا داك ديما كان تيا في السنيه ديما الصباح للصباح تيديني بحال هكا ويدوز ليا في العشيه بالمطور. هذاك النهارات ما دانيش. قال لي عاد جدي نسيري انت فيا انت الموتور وانا اللي مانتا غادي نديها لبيك على قيا اللي غادي نتي. صافي قلت له صافي واخا سير. والمشكله سميتو واش نقول لك كنت مال فين ما تيبي خرج مسكين القدمه ديالو. خصني ضروري نمشي معاه حتى الباب ونقول له سير الله يسر لك امورك سير الله يدير ديما تندعي معاه ضروري لا تنزلش ولا يدير معاه. وليتي تتبغي؟ بطبيعه الحال شنو راه في الاول ما كنتيش تتبغي في الاول قلتي ليا ندخلك في خاطرك. ما كنتش تنبغي في الاول. ما كاينش تنبغي نهائيا. ما كاينش تنبغي. واخا كملي لي علاش. لان اش نقول لك دابا 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 بصراحه هذا الشخص كيفاش تعرفت عليه هي في التليفون. ديك الساعه كان ديك الساعه داك التليفون ديال كان باين وداك كانوا ديك الساعه تيخطوا الناس في الارقام بحال هكا تيبدا تيسولوا عليك تيجيب شي نمره بحال هكا. انا كان صونا الصاحب ديالو فهمتي. كان صونا الصاحب ديالو هو اللي كان صونا. فاش كان هضر معايا ما ديتهاش فيه فهمتي. ما عبرتوش. المهم في الاول ما كانش حاسبك. حتى وليتي تتقولي ليه من تيبغي يخرج من الدار تولي تدعي معاه. صافي هي هذيك فاش بغيت تنكون تيكون غادي. انا ضروري هذيك اللي قلت لك ولفتها عاد خصني ضروري ندعي معاه. هو كذلك تيقول لي سيري راني راضي عليك في الدنيا ولا في الحقيقه. غادي يمشي في حاله.
هذاك النهار كي قلت لك اخويا الهضر فاش كان مشى قال لي قيسري تجي الموتور انا عندي البيكاله صافي. قلت لي يلا واش ندير معاك؟ قال لي انا ما تمشيش معايا غير سير لي بصح واش بس يلا مش عليك الخدمه الحال صافي. قلت لي صافي يلا سير الله يسر لك الله يرزقك ورزق وانتي سير يا ربي صافي يا هاديك. انا عادي بي راه مشى فحال وبيت لبس حويجاتي بحال هكا لقيت السيد واقف حدا الباب وتيشوف فيا ديك الدوره فاش درت عندو اخويا بدر هاتي حسيت بواحد الاحساس شكل ما نقول ليه ما كاينش بس ما كاين واش بغيتي ننزل نمشي معاه حدا الباب؟ قال لي لا غير سير لي شنقول لك ما نكذبش عليك حنقزت واحد الحنقزه ومشيت طرت عليه وعنقته وانا نقول ليه واش بغيتي ننزل معاك؟ قال لي لا غير سير لي انا راه راضي عليك في الدنيا ولا في الاخره وبس لي جبهتي وبس لي جبهتي ومشى. انا نقول اخويا بطر انا نقول اش هاد الاحساس انا حس بيه اش هادشي حسيت بحال واحد البنت بحال لا بحال ما غاديش باقي نشوفو بحال تنتواد معاها شي شنو نقول في حقيقي انا مشيت راجع لا مشيت راجع يمكن شي هادشي عاد بلا مشيت راجع صافي هاديك مشى فحالو وانا مشيت لخدمتي خرجت معاه جوج جيت بحالي كنت انا اصلا كنت عايشه مع دارنا ديك الساعه جيت قلت الوالدة واش الرجل تاعي جا؟ قلت لي ميتي ما عرفش ربما غادي يكون جا. انا كنت ناعسة قلت لي راه محال محال يكون جا ولا غيكون جا. قلت لها ميتي دابا انت غتكوني ناعسة غيكون جا وما سمعتيش واحد يجي وتيطلع فحال الفوق. انا اصلا ديك الساعة كنت نخرج مع ديك السبعة ونصلي الخدمة خصني ضروري تنوض مع الفجر نصلي صلاتي نوجد غدايا نجيب ديك الشوشرة تندير غير هكا شيش لي ضو داكشي صافي. طلعت ما لقيتوش انا نزلت لهم راه ما لقيتوش راه باقي ما جاش. انا متصل تنصوني 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 من جوج خويبة تنصوني علي ما تيجاوش تنصوني ما تيجاوش تنقول واه مال هاد السيد ما تيجاو مال ياكشي بس ما كاين علاش ما تيجاوش من جوج وانا تنصوني حتى الرابعة تنصونت عليه حد جاوبني قال لي شوفي كيفاش تعطلتي وانا راه فيا الجوع وانت ما باقي ما جيتيش هذا. قال لي شوفي 5 دقائق حيت انا غادي نجي 5 دقائق على 10 دقائق. قال لي صافي ما تعطلش. انا بقيت نتفرج نتفرج بحال هكا واحد شويه داني واحد اللحظه جات واحد الجاره عندنا دقات عند الوالد دقات للدار حلات لها الوالده قالت لها واش كاينه بنتك حنان؟ قلت لها شو بيتي راه داعسة بيتها شي حاجة يكون بيتها زمات شي حاجة بغيتها ولا نقولها لها؟ قلت لها لا بغيتها هي. قلت لها غير قولي اش بغيتها ما كاين حتى شي مشكل. قلت لها راه واش حاملة؟ وتقول لها عشان نقول لك بنتي هدايا عليا انا ما عرفتش واش حاملة ولا ما حاملاش. قلت لها دخلت عليك بجلطة لما تقولي لي راه هاد الكلمة اللي قلتي لي ضرتني بقلبي بزاف. قلت لها شاب نقول لك الوالد راه ولدي جاي في الطريق وقالوا لنا بان راه السيد نسيب جارتكم الفلان فلانية راه ضرباتو شي طونوبيلة وما عرفتوش باقي حي ولا ميت. اش نقول لك والوالدة ديالي تصدمات اخويا بكر تصدمات بزاف راحت عندي عادت فيا قفية بنتي انا قلت يا بنتي انا نقرا معاك قلت يا بنتي انا نقرا معاك قلت لها نعم وما يمشي قلت لها عافاك وما يمشي انا يلاه جيت من الخدمة عيانة قلت لها نعس قلت لها بنتي باش هي مسكينة مش تصدم لي او شي حاجة قلت لها بنتي نزلي نزلي معايا راني قمت انا نقولها واخا وما يمشي انا غادي نوصل نزل تحتها وتقول لي بنتي اش غادي نقول لك دابا ملي نطي الرجل ديالك راه شي طونوبيلة ضرباتو من كده مش عليك يا خويا بطل ديك اللحظة ما عرفتش راه شي طوق عليا وليت تنوقف وتنجلس وتنجلس ونوقف بحال عقلي ديالي صافي بحال تصدمت بحال ما عرفتش وقع عليا تنقول اش من باب غادي نصد فين غنمشي ما عارفة حتى فين نمشي وليت عيطت في التليفون وجاوني واحد سيد قال لي شوفي اختي راه مولاه التليفون واش تلحقي ولا ما تلحقي
ما عرفش قال لي واش لحقي ولا ما تلحقيش. المهم راه ضربت الطوموبيل. انا ديك الساعه صونيت على خصي، طلعت قيني على رجلي ما عرفت شنو وقع ليها، لكن ولكن ولكن صافي هاديك. مشينا تنقلبو 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 تلقينا، فاش لقينا قال لي الطبيب واش انتي هي المدام تاعو؟ قلت لي يا دكتوره. قال لي غير كيفاش الحاله تاعو؟ قال لي شحال نقول لك اختي، هذا الراجل حالته قال لي صعيبه، لنفترض انه عاش كاع غادي يعيش لك مشل، لان المخ ديالو تشتت ليه من بلاصتو، الضربه اللي ضرب بها تشتت ليه المخ من بلاصتو. يعني نفترض كاع لي نفترض انه عاش غادي يعيش لك مشل. قلت لها دكتور ما عنديش مشكل، انا يا غير يعيش لي الراجل تاعي يعيش، غير يبقى ليا هكاك، غير يبقى ليا نشوف يعيش لي ونشوف قدامي، ما عنديش مشكل. صافي هي هاديك، دوز في السبيطار شي تلت ايام هكاك، تلت ايام. هذيك الساعه فاش وقعت لي وقعت هذيك الكسيده ما قدرتش، ما بقيت نقلب عليها هذيك 11 ليل، ما صونيتش على دارهم، ما قدرتش نصوني مع هذيك 12 ليله تقريبا، ما قدرتش حتى الصباح. صور اخويا بدر فاش اتصلت بالطروب، اول حاجه قالت لي الام تاعو وولدي مالو، تنقول انا غير كيدير على بس اش خبر، كتقول لي قالت لي ولدي مالو، ولدك ها اللي كان وها اللي كان. صور تنسمى لها ديالها مسكينة من التليفون، بعد تخرج من التليفون تتصور مسكينة تتصور تقول ولدي تصور. صافي دوزت داك النهار، نهار تلت ايام يدوز صافي، وتصور ديك الليلة باش غيموت، تصور طاح ليا على كرشي اخويا بدر، تصور بحيلة حاس بشي حاجة كاينة في كرشي وتيبكي. انا نقول لي دابا علاش تبكي؟ صبر دابا يعطينا الله، حنا ماشي الوليد ولا ندخل دابا يرزقنا ربي من حياته ولا انا حتى يبقى يصبر دابا يرزقنا الله. صافي هي هاديك باش توفى، الام تاعهم مسكينه كانت تبكي وتقول لي كون غير خلى ليا شي حاجه ما نشم ريحته، كون غير خلى ليا شي حاجه شي بنيه ولا شي وليد نشم ريحته كاع. نقول لها هادشي خصك الله ما نكتبش، ما عندنا ما نديرو شي في العزاء. فاش كانوا مخرجين وكنا زاد ديك الساعه، انا ما قالت لي يا واحد الجاره تاعتنا الله يرحمها، قالت لي حنان واش دخلتي من تحت النعش؟ وانا نقول لها كيفاش دخلت من تحت النعش؟ ما فهمش. قالت لي تكوني حامله او شي حاجه؟ قلت لها انا ما حاملاش. قلت لها ما عرفتش شنو كاين؟ قلت لها انا ما حاملاش، انا عرفت راسي شنو كاين ما حاملاش. صافي وين تقول لي هذه واحد مرت قال الواليد، قالت لي خاصك ديري التحليل، خاصك تمشي تقلبي شوف واش حامله ولا ما حاملهاش. كلا خمرت خالي دابا نمشي نشوفها، ولو انني متاكده ان ما كاينش شي حاجه، لان ديك الساعه فاش كنت معاكي تمشي تنقول ربما مكطعت لي على هذا الشيء، تنقول ربما حامله، وفاش تمشي ما تلقاي حتى شي حاجه. صافي حلفت له بقدرتها. وفعلا بعد سيمانه أو 10 أيام مشيت درت التحليل أخويا بدر. فاش مشيت مشيت للفرماسيان باش ندير التحليلة، غادية في الطريق و تنقول يا ربي راني حمدتك و شكرتك على بعثتيني، راها يا ربي راني حمدتك و شكرتك، إلا كانت شي حاجة باقي جاية في الطريق مرحبا و ألف مرحبا، كان شي حاجة شي وليدات مرحبا، ما كانوش مرحبا يا ربي. فاش مشيت اخويا بدر وعطيتها باش دير ليا التحليلة، قالت لي راكي حاملة. مي كدا مشى عليك عطيت، تصدمت واحد الصدمة، واحد الصدمة كبيرة بزاف بزاف بزاف، حيت كنت نتمنى ديك الساعة في الحياة تاعو انه يشوف وليداتو ونفرح معاه، الفرحة تكون مجموعة ماشي حتى مات، ولكن قضاء الله من عند الواحد ما يدير، اللهم لك الحمد. رجعت للطريق ولا وانا تنبكي. الوالده فاش كنت خارجه ندير التحليل ما
ما عرفونيش اصلا فين مشيت، ما عرفونيش واش قريت ولا شي حاجه. دخلت شكري ما كان ديك الساعات، فجيت صحيت على الوالده وجيت نبكي. تنقول لها تقول لي الوالده مالك يا بنتي، تنقول لها تقول لي قولي يا مالك. ما بقاش بقى تخرج ديال الهضره. واحد الاخت تاعي اللي قالت لي هادي يمكن هاد مشات دارت التحليله، وفعلا ديك 9 شهور عشان نقول لك اخويا باطل. ديك 9 شهور اي ام تتفرح بيك كل شيء جاني في كرشها ولا هذا. انا ما كدبش عليك ما حسيتوش نهائيا، ما حسيتش بداك الاحساس نهائيا تاع الامومة. يعني عندي شي بيبي في كرشي ولا شي حاجه ما حسيتش بيه، كنت نتمنى نحس بهذا الاحساس. انا ما حسيتش بيه نهائيا. نشوف اي كرشي تتكبر الاخر، يا رب غير نشوف هاد الوليد ولا هاد البنية في كرشي هادشي اللي بغيت، ولكن باش نحس بشي احساس ما كاينش نهائيا. ديك الساعة فاش عرفت الام تاعو انني حاملة، فرحات ليا مسكينة بزاف، فرحات ليا. قالت لي بنيتي راني ما عرفتش واش نبكي ولا نفرح ولا نزقط ولا شنو ندير، ما عرفتش اش ندير. مدة كانت ديك سعادة ما تقول لي هادشي فاش يا ربي فاش مات الراجل تاعي. كان وقف عليا مسكين في المنام، تيبا عليا مسكين في المنام بحالها زعما جا عندي ويقول لي، وانا نقول لي دابا انت مشيتي وخليتيني بوحدي، زعما بحالها خنزر فيا، زعما بحالها شاف فيا شي شبه ماشي هي هادي. ويقول لي قال لي انا بحال هكا زعما ما خليتش بوحدك، زعما انا خليت لك ولدي ولا بنتي وداك الشيء. وانا نقول له دابا انت خليتي لي، ولكن هذا الشيء زعما اش غنسمي؟ قال لي شوفي الا كان ولدي تسمي سي محمد، ولا كان بنتي تسميها فاطمه الزهراء. صافي هاديك فاش ولد البنيته ديالي جاتني وقيت الولادة مشيت نولد. اش نقول لك؟ ما بنتي تقول لي هذاك الضيع ما لقيتيش ردها، ما عرفتش اش وقع ليا. عطوني بنيتي فيديو تنشوفها، ما قديش نهزها ولا ردها ولا شي حاجه، غير تنشوفها. جاتني بحال شي مونيكا بحال شي حاجه. يعني الام تفرح انت تشد ولدها ولا بنتها، انا ما حسيتش هذا الاحساس نهائيا. ما ايش حاجه ما وصلتني من جهتها، ما حسيتش. حتى الهضره اللي فاش خرجوني من السبيطار عاد حتى نحس براسي غير تنبكي لها، غير تنقول علاش يا صدر ربي. زعما ما الفرحه ما فرحتهاش، هو كاين معايا علاش؟ حشوي تنقول استغفر الله استغفر الله. هادشي اللي قصب عليك الله ما عندك كيما دير، هذا قدر الله وصافي. الحمد لله على أي حال. أيام دازت كان فاش ولد الضرية قلنا زعما نديرو محامي ونتبعو القضية ديالنا وهذا نشوفو. فعلا هذا المحامي كان قال لي خاصك ضروري ديري عدة الإيرادات وتقولي لنا كاع الناس اللي من جهة باش مش عندو شي وليدات ولا الأم تاعو شحال عندهم الأخ وهذا. مشيت واش جبنا لي هذاك الشيء كله، جبنا لي لي با فاش المحكمة حكمت لينا بسميتو كل واحد عطاتو المستحق تاعو. المستحق تاعو الأم معجبهاش الحال، معجبهاش الحال نهائيا. قلت لك سمع علاش نتوما زعما تشدو القدر الفلاني، وانا اللي أم والدة عاطيني هذا. كان ويبان انا زعما انا زعما ما درت حتى شي حاجه، فهمتي داكشي يعني المحكمه اللي حكمته ولي اللي درت حتى شي، ما درت حتى شي حاجه، يبقى فيها الحال. انا ديك اللحظه ما كدبش عليك اخويا باطل، مع داكشي اللي كنت فاش مات الرجال وليت مرض نفساني، ولات تيبان ليا ما كدبش تنكون جالسه في الدار تيبان ليا صورتو، اي حاجه تيبان ليا فيها غير هو.
ما عطاش مشاني ديك الساعه انا ولاو تيقولوا لي بان هذيك بنت تكون قال لينا اصلا هذيك راه بنتنا انت كيفاش ما حملتي حتى تمدوبة انت قولوا من هذاك الشيء ديال الله ماشي تاعي انا نهار فاش يقول ربي يكون غادي يكون داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى وزيد حتى دابا الا كنت زعما متيقنش نديرو لا دي ان باش تاكدوا هذيك راه هذا الشيء اللي كتشوفوا راه بنتكم زعما انا ماشي سميتو ماشي اسمي درت شي حاجات الحرام ماشي هذا الشيء تاع الله سبحانه وتعالى يعني ما نقسمش الله يشوف وليداتو هو في الحياه يعني نقسم الله حتى التفاح عاد يشوف عاد يمكن لي انا نولد ما عندي ما ندير صافي هاديك مظلومية بلات مقاسمة بيني وبينها ولات مع الخوت ديالو ولات مع خواتاته وما ما تقبلوش هادشي نهائيا وباش كنت هذا قلت لك مرض انا وكاش ميتو مرض الضحية من نص ديالي حبيت نشوف راسي المشاكل هالرجل مشى البنية تبعاني عطي مسؤولية انك تتهزي بنت بوحدك وما كيش لي عاونك فيها الحمد لله لأن لقيت والد امي مشي مسكينة اللي كانت معاوناني اخواتاتي اللي كانوا مساندينني هما عشان نقول لك كانت جات عقوسيني طلعت عليا وداك الشيء ولكن فاش مرت كانت واحد مرت اللوس قالت لي عطاتني واحد المرة وقالت لي انت هاد المرة عجي تصلي معايا تصلي هضري معايا وهذا صافي هي هادي كنت فاش وريت شوية اتصلت بها فاش اتصلت بها يصيفط لها غير ندير ميساج بحال هكا قلت لها فلانة شخبار كشخبار رجلك كشخبار البنيت هاد هي ديك الساعة تقاسمات معاه قالت لي انت عندك علاقة مع مرتك وهذا وهذا انا على نيتي يعني ديك النمرة اللي كانت عطاتني انا صيفط لها هي لان هي اللي كانت عطاتني هاد النمرة وحكيت هي اللي عمرت العجوزة قالت لي واش اتصلتي بيوسف قلت لها لا المهم انا ما عيطليش انا صيفط ميساج غير لفلانة وهي اللي كاين وهي اللي كاين يعني سولت فيها قالت لي بنيتي راه تمشي حتى الخطر لينا بيناتهم وقالوا بان قالت لي انت راه ما عارف عليه وهذا وهذا انا بقى في الحال في الكلمه لانهم بحال عاملين في شراب قلت لها ماما انا بدا انت تقول بحال هكا اش باقي خلات الفلاني انا قلت لها بنت هذا الشيء كيما نخلي راس البلاد يمشي راس البلاد الناس وزيد ما هو راه راجل راه خو راجل هذاك راه سميتو علاش غادي نمشي مثلا ندير معاه شي علاقه ولا هذا انا ماشي من ذاك زيد انا هادي حلت لي العين شحال من حاجه قلت لها فعلا المرة اللي كانت متلقى ولا جلت أحد ما تقول فيها الله أعلم أنا قلت لها على حساب لا أود هذا الشيء قلت لها وباش نجيب زعما خلو خجوا الناس وداك الشيء وباش نتزوج ولا نتقاعد على بنتي شي راجل ولا شي حاجة بحال هكا ولكن قلت لها دابا هادي حلت لي العينين وكان تيجوني ناس وما تنبغيش من بعد طرفت على واحد الشخص كنت طرفت عليه في تليفون توا وقال لي انني انا بغيت نتزوج بيك وقلت لي راني عندي بنية وهذا وهذا قال لي انا راه انا قابل نتزوج بيك بغيت ندير الوصية تاع الرسول عليه الصلاة والسلام انا وكفيل ليتي في الجنة والحمد لله ربي عوضني بواحد ولد الناس اخوه وتزوجت كنت مع بنيتي بنية اخرى اللهم لك الحمد عوضني ربي خير اللهم لك الحمد دابا الحمد لله عايشه بخير وعلى خير اللهم لك الحمد ايش نقول لك حنان اضر ان الناس اللي في لايف كاملين بكيتيو ايش نقول لك نتمنى كل شيء دايم مع حنان عافاك قصتك ايش نقول لك اتراج فينا صراحه حسن نتمنى من الله عز وجل أن يجعل كل ما سبق من أيام كي سعادة فرح ويخلي لك وليداتك وينور لك طريقك نتمنى قال لك المنظر نشوف كل شيء دائما حنان بغي مولي الشرف أنك دايسي أنك عاوتينا القصة ديالك حنان أمين يا ربي
تشكر بارك بزاف. الله فيك اخويا، الله يطول عمرك. شكرا لك بزاف. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك.